انا قصي ما تنوم تبكي كلها تحزن. اسمعني ابو صالح ارقد هذه قصتي ارقد جعلك مع ايوه استغفر الله العظيم. هذه طلع عمر الرجال يعني طلع عمر ابوه وصاه قبل يموت طيب قال يا ابوي يهرج ابوه قال ابوي انت كيف امورك مع شيخه وتجاهدها وحياتك ذي قال اسمع لابوك انا بوصيك وصح هذه دراهم هذه فلوس ربعك اليوم انك روحت من نية متجه للقريه اللي بتشتري منها الامور امور ربعك زاد ربعك وامورهم فقال لك وادي فيه شره كبيره لا تقيل تحتها فقال لك ثلاثة بير بير الاول بير الثاني بير الثالث اشرب منه اثنين الاول لا تشرب يعني فيها ما بس ما يبيها يشرب منها لا اللي يشرب من الثالث تجيك حرمه بتقول القهوه لا تقلط معاها لو راسك يخوى قهوه لا تقلط معها ولو غرك زينها لا تقلط معها قال اهدا يا ابوي مات ابوه واخذ دراهم ذيبان هو يروح ذاك النهار يوم اخذ شوي مع الدرب واللي في ريجين يتحالفون على القبر شيل ابوك حط ابوك واحد يقول والله لا دفنه واحد يقول والله ما هدفنه دخل الرجال بينهم قال يا ولد ايش علمكم انت قال يا ولد الرجال ذا اللي يقول ما يدفن يطلب الميت دي والرجل اللي يحلفون يقول والله يدفن والرجل اللي يحلف يقول والله يدفن انت ما تقول برقد اخوانه يعني قم والله انا حرام عليك اخذ الرجال حاسب دراهم ربعه اللي هم موصين بها حطها فلوس الجماعة يا ابو سعود خلي يسمع من هنا يسمع من هنا المهم هو يحاسب بفلوس ربع قالت كم تطلب قال اطلبك كذا وكذا قال هاك هذه فلوس ربع حاسب قال ادفن الرجال دفنوه وروحوا يوم اخذ شوي مع الدرب ولا في شايب نبري هو يحد يميل على الشره يميل على الشره لين وصلوا الشره اللي ابوهم موصيه انه ما يرقد تحت وانه ما يقيل تحت والشايب يجي تحت ما بعد جاء البيت لا البير قدام هو يجي عند الشره والشايب يجي تحتها وهو يطرف ماسك نصات ابوه ما جالس عند الشره يوم اخذ شوي والشايب يسنع الغداء وليا الشره يوم قالت كذا جذعها وامورها كلها ايه ويحول منها داب داب؟ داب والولا هو يسل السيف انت الشايب ويقص راسه قال اعطينا الخرج هو المخرى حق حقي الذئب ايه اعطيني جاي هو يعذيب وهو يحطه تحت هو يكلفت راسه الداب وسط الخرج اعوذ بالله بها تعال هو يقيل مع الشايب هم يوم جاء صاير ما يروحون والبير الاول يخلونه والبير الثاني يخلونه والبير الثالث يشربون منه يوم يشربوا لي هاك الحرمه يوم جت طارق انا مزيونه قالت القهوه الولد ماسك نص ابوه قال بس ما انا بقهوه انا بصوب ايش انت ولا قهوتك مره قال الشايب سني قهوتك جاي يا ولد ما يراح معك قال والله ما صار هدام اللي يصير فيك يقط راسه قد غصب قال تدري اهدى ومش همع يوم وصل البنت زين القهوه ويتجي تنطح الولد الشايب يمين الولد يسار يتنطح الولد يسلم الفنجان والشايب يسل سيف يا ابوك عد البدر قوال تشربين المهم يتزقع الفنجان ويطيح مسممها الفنجان وهي تموت قال هقو هو هقو ما عاد يقول شيء وين ما وجه الشايب راح معه هي اللي شربت القهوه هالبنت الله حلف عليها سل سيف وحلف عليها تشرب الفنجان واللي ذبح شربت الفنجان وماتت ايوه زبدت وماتت هو يوم دخل القريه ما يتفرقوا انت يا الشيخ ذا راح يشتغل وراح يدبر يبي فلوس يشتري اغراض ربع فلوس يدفعها على القبر قضموا الربع ومشى يوم طلع من القريه ولا شايب منه روحوا سوا قال يا ولد نمشي عند هاك الربع امشوا عندهم يوم امشوا ولهاك الحرمه معرضه
قال يا ولد ما تزوجون الحرمه ذي. قال هذا الله يقول الشاي. ايوه قال هذه الحرمه تزوجها 14 رجال اخو فيس اللي يمسي معاه ما يصبر على بيهم والله يموتوا يموتوا اللي يمسي ما يصبر بالبل اي بالله. قال نباها الرجال ذا الولد قاعد انا متزوج وعندي عيال. قال بس والله ما صار هداب اللي يصير فيك على باشك والله ما صار هداب اللي يصير فيك بس اطيع الهداب اللي اي بالله. قال تدري هدا تزوجوا من البكره وارسل اغراض ربعه الربع اعطاها مندوب ونوداه. قال اسمع بكره بتدخل على المرح اللي اول منك دخلت في الخيمه وتعشيت ابى اجيب لك المنقره الجزه ذي حقت الحطب فيها جمر بحطها وسط بحط عند الباب اخذها وحطها وسط الخيمه ويا من الحرمه سدحت افراشها امسك الخرج اللي في راس الداب وصبه وسط الجزه هذه. تعال تعال ابشر هذا الشاب اللي يقوله الله الله يوم امسوا وتعشى والشاب يزهم على برا هو يشيل الجزه ذي المنقل ويحط وسط الخيمه والحرمه تروح تنسدح على الراشه هو يمسك الخرج ويصبه وسط المنقل ويظهر من تحت فراش الحرمه دابين تقلب 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 لين جت عاد هو قال له اذا شفت شيء غريب روح ارقد مع مرك ما شفت شيء غريب لا ترقد. يوم صب راس الداب وتطلع ديبان اثنين اثرها هي الذبح الريدي ويتقلب على الجمر راح ورقد مع مرته يوم انها اصبح وليه صاحي ما في شيء طلع يوم طلع ولي ابو الحرمه قدام انت حي قال يحي قال ترى نص الحلال لك من غنم من نياق من خيل من كل شيء عشانك عشت سلمت سلمت اسلم بس اسمع الحين يجي كلب قال زين اشو ما رقد اسلم امس الرجال طلع عمره مع حرمته وابطا وابطا على ربعه لين جاب له ثلاث عيال ما راح الربع والشايب منهم لازم ثلاث سنين الله الله والشايب لازم معه. قال الشايب يا فلان تبغى نروح لربعك؟ قال لي بالله. قال لم عفشك وبكره ماشي. ما يروح يوم اقبل على دريت ربعه والشايب يلتفت للولد قال يا ولد الرزق ذا من الله رزقك. قال والله بعد الله ثم انت. قال اقسم الحلال واقسم الامور بيني وبينك. قال تعال هات البل وما يقسمون. هات الغنى هم يقسمون هات الخيول هات يقسم كل شيء مره التفصيل. قال انتهى. قال لا باقي العيال. قال ها اخذ واحد اي بالله. قال ها اخذ واحد واثنين لي. قال لا. قال اخذ اثنين واحد لي. قال لا شيء بدينا فيه بالنص والله نقسم بالنص اخذ ولد وانا ولد امسك الثاني امسك الثاني ايش الاشياء اخو فيس يبقى القصه الثانيه يا عقب يا ولد وش يا شايب وامه تبكي والرجال يبكي يا ولد الداب في راس الشايب ذا ما في قال والله اللي ما صار الداب اللي يصير فيه كم سكت يا ولد خلنا نقص نقص هو ذا يمسك ابو الولد يمسك اليد اللي هنا والشايب يمسك اليد اللي هنا هو يرفع السيف بقصه الله يعزكم امه قامت تبكي تبكي لين طرشت طرشت اللي هي طرش شعر ظافر سحر. المهم يوم خلصت ويفك الولد قال احتاج حلالك وخذ عيالك الله يستر عليك. قال والله مره تعلمني انت من انت. كان عملك الخيري اللي سويته على قبل. يا الله سلام. يقول ان شاء الله. الله يا زين فعل الخير. اي والله. لا اله الا الله. افعل الخير وكبر. يا سلام. اي والله. اسمعي حق اثنو. لا اله الا الله شغل مايك طيب شغل مايك خاصم 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 خاصم